من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده أنه هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قدر المقدور ويسر الميسور وجعل الظلمات والنور ونصلي ونسلم على من حمل النور وأدخله البيوت والدور وأخبر أهلها أن في الجنة أنهار وقصور فهم يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السيدة هند صبيح براك الصبيح راعي احتفالية مرور 30 عاماً على تأسيس العمل الخيري الخارجي بجمعية الإصلاح الاجتماعي السيد رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي العم حمود حمد الرومي السيد رئيس مجلس إدارة الرحمة العالمية الشيخ الدكتور جاسم محمد مهلهل الياسين ضيوفنا الأعزاء أيها الحفل الكريم لكم عندي سلام من فؤادي كماء المزن يسقي كل وادي سلام فاح في الآفاق مسكاً يطيبكم بأشواق الفؤادي سلام لو رآه الناس يزهو لمدوا نحوه كل الأيادي ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في بداية فعاليات هذه الاحتفالية المعانقة لمرور أكثر من 30 عاما من العطاء والنماء والنجاح على العمل الخيري بجمعية الإصلاح الاجتماعي من هذه الأرض حيث الخير منزرع في تربة الأرض حيث النور يندفق من الكويت حديث المجد من زمن مر الجدود به فاستوطن العبق وحيث جمعية الإصلاح شامخة 50 عاماً من العلياء تعتنق تنفست رئة الإصلاح ذات ضحى فللوجود لجان الخير تستبق الكلمة الآن لراعي الحفل معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
السيدة هند صبيح براك الصبيح، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الفاضل حمود حمد الرومي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي. الأخ الفاضل الشيخ دكتور جاسم هلهل ياسين، رئيس المجلس الإداري للرحمة العالمية. الأخوة رؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية، الأخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويسعدني أن أشارككم اليوم احتفالكم بمرور 30 عاماً من العطاء الخيري لجمعية الإصلاح الاجتماعي، ممثلة في مؤسستها المختصة في العمل الخيري الخارجي الرحمة العالمية، والتي مثلت وجها ناصحا من أوجه الخير لدولة الكويت، ويدا ممدودا بالعطاء والنماء طالت شعوبا ومجتمعات في مشارق الأرض ومغاربها، مترجمة عطاء خيريا كريما لم يزل منذ القدم سمة بارزة من سمات هذا البلد المعطاء لدولة الكويت، التي تربت أجيالها المتعاقبة على حب الخير وعمل الخير، فورثه السابقون من الأبناء الآباء والأجداد للاحقين من الأبناء والأحفاد، حتى قد عادة راسخة وسلوكا أصليا أصيلا وطبيعة متجذرة في نفوس أهل الكويت، لم يمنعهم منها فقر أو ضيق ذات يوم، ولم ينسهم أيه قنا أو ترف، فهو معهم في العسر واليسر. لقد اهتمت دولة الكويت عبر تاريخها بالعمل الخيري في الداخل والخارج، فأطعمت الجائع وأغاثت الملهوف ومدت يدها بجميع أشكال العون والمساعدة، تلك أيادها البيضاء وخيرها العميمة الذي تدفق في مدار مختلف الأقطار الشقيقة والصديقة، يعفي آثار الفقر ويرد مهوة التخلف ويشيد ويبني ويمنح الناس إلى الحياة سبباً وأصلاً بإذن الله. الأخوة والأخوات، إن ما قامت وتقوم به جمعية الإصلاح الاجتماعي من جهد خيري نبيل هو فرع لتلك الدولة الدوحة الباسقة، وغصن رطيب لتلك الشجرة الوافرة الظلال، وما مؤسسة الرحمة العالمية التي نشارككم اليوم الاحتفال بمرور 30 عاماً على تأسيسها إلا وجهاً بارزاً لهذا العمل الخيري المبارك تشارك فيه مع أخواتها من الجمعيات الخيرية الكويتية، والذي جعل الكويت رائدة في العمل الخيري على المستوى الدولي، وأبرز دورها المشرف على مستوى الجهات الخيرية الحكومية والأهلية في منظومة تكاملية جعلتها محط أنظار الدول في العالم وموطن الاستفادة من رصيد خبراتها في هذا الميدان المبارك، وأن هذا التكامل في الأدوار هو ما نسعي لتدعيمه وترسيخه بدور داعم ومساند من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي ستظل داعمة لهذا العمل الخيري المبارك. الأخوة والأخوات، ليست النجاحات الكبيرة التي وصلت إليها جمعيتكم ومؤسستكم القراء وأخواتها من جمعيات ومؤسسات العمل الخيري الكويت الجاد إلا تعبيراً عن حجم ونوعية الجهد الذي تبذلونه وتبذله تلك الجمعيات والمؤسسات، ودليلاً على ذلك المستوى العملي والمهني والشفافية التي تحققت، ونلتم بفضل الله عنها جوائز التقدير والتميز، وهو بالفعل جهد يستحق الإشادة والدعم والمؤازرة، والتي جسدتها رعاية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للعمل الخيري وإشادته بإنجازاتها، وما أبداه سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من تشجيع وإشادة بالدور الخيري للكويت، وما توليه حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حفظه الله من اهتمام ودعم للعمل الخيري. وختاماً نسأل الله أن يوفقكم لما تبذلونه في أعمالكم ومزيداً من التقدم والنجاح لجمعيتكم ومؤسستكم، دعينا الله تعالى أن يحفظ الكويت من كل مكروه في ظل رعاية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم، وسدد الله على الخير خطاكم وجزاكم ألف خير. وأنا أحب من هذا المنبر أن أقول أني أنا ذهبت مع جمعية الرحمة العالمية إلى البوسنة والهرسك قبل يمكن 3 سنوات إذا يعني الذاكرة ما تحضرني، وصراحة استمتعت وشاهدت كثير من المشاريع اللي أسعدتني
وأفرحتني أنه دولة الكويت صراحة جزاكم الله خير يعني بجهود الشباب اللي كانوا في الرحمة العالمية وصلت إلى هذا المستوى من المشاريع اللي نفخر فيها وبأيدي بيضاء بعض الناس اللي يعرفهم الله رحمة الله عليهم وأسكنهم فسيح جناته واللي ما زالوا عايشين الله يعطيهم طولة العمر. جزاكم الله خير على كل ما عملته وشكرا. شكرا لراعي الحفل معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السيدة هند صبيح براك الصبيح. أيها الحفل الكريم، الرحمة العالمية بذرة خير في كويت الخير، نمت شجرتها طيبة زكية، فامتدت أغصانها وارفة ظليلة حتى شملت بفضل الله الأرض الواسعة، ووجد المحتاجون ثمرتها اليانعة النافعة، فبارك الله كل من سقاها ورواها وأخلف على كل من أمدها وأعطاها. الكلمة الآن للرحمة العالمية يلقيها السيد أمين عام الرحمة العالمية السيد يحيى سليمان العقيلي، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي وزير الشؤون ووزير الدولة شؤون التخطيط والتنمية الأخت الفاضلة هند صبيح براك الصبيح، العم الفاضل رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود حمد الرومي، الشيخ الدكتور جاسم هلهل ياسين رئيس المجلس الإداري للرحمة العالمية، الأخوة أعضاء مجلس الإدارة، الأخوة والأخوات ممثلو الجمعيات واللجان الخيرية، الأخوة والأخوات مساندي العمل الخيري وشركاؤنا فيه، الأخوة والأخوات الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم تغمرنا السعادة والفرح اليوم ونحن نحتفل بهذه المناسبة السعيدة بمرور أكثر من 30 عاماً على تأسيس أول نواة للعمل الخيري الخارجي المؤسسي في جمعية الإصلاح الاجتماعي، ويحق لنا ولأهل الكويت جميعاً أن نسعد ونفرح بهكذا مناسبة، كما قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كما يجب علينا في هذه المناسبة أن نقر لله تعالى بالفضل والكرم علينا وعلى أهل الكويت جميعا بأن قيض الله تعالى جمعية الإصلاح الاجتماعي وأخواتها من الجمعيات الخيرية لترسيخ العمل الخيري الذي حببه الله تعالى لأهل الكويت، فذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فالعمل الخيري قد ضرب بجذوره في أعماق قلوب أهل الكويت منذ القدم، فأصبح عبادة مستدامة وسلوكا محببا وطبيعة متأصلة، ولا نبالغ إذا قلنا أنه سجية وسمة من سمات أهل الكويت لم يرتبط أبداً بالمستوى الاقتصادي ولا بالرفاه الاجتماعي، فقد كان آباؤنا يقتسمون لقمة العيش التي ينتزعونها من أعماق البحار مع الفقير والمحتاج، قدوتهم في ذلك نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حين وصفته خديجة رضي الله عنها بقولها: فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
في العام الماضي أيها الأخوة والأخوات مرت الذكرى المئوية لتأسيس أول جمعية خيرية في الكويت من عائلة الخالد الكرام، تأسست عام 1913. الأخوة والأخوات الحضور، في عام 1982 تأسست لجنة العالم الإسلامي في جمعية الإصلاح الاجتماعي ليبدأ العمل الخيري المؤسسي خطواته المباركة الأولى، وليبدأ سفراء الخير مسيرتهم الميمونة في بقاع العالم على المستوى الإغاثي حيث النكبات والكوارث، وعلى المستوى الخيري التنموي في المشروعات التي استهدفت بناء الإنسان. تلتها بعد ذلك أخواتها من اللجان الخيرية في الجمعية، فكانت لجنة الدعوة الإسلامية التي اتجهت شرقاً في القارة الآسيوية، ثم لجنة المناصرة الخيرية التي اتجهت لبلاد الشام، ثم لجنة أفريقيا الإغاثة. واقتضى مسار العمل المؤسسي وتطوره أن تنضوي تلك اللجان تحت مظلة مؤسسية واحدة، فكانت الأمانة العامة للجان الخيرية التي شرعت في توحيد السياسات والنظم الإدارية والمالية، فضلاً عن تبادل الخبرات الخيرية وتوثيقها في التسعينيات، لتنتقل بعد في الألفية إلى الأمانة العامة للعمل الخيري التي تحولت فيها تلك اللجان إلى قطاعات جغرافية أربعة: قطاع آسيا وقطاع أفريقيا والعالم العربي والقطاع الأوروبي. ثم تتوج مؤخراً إلى ذلك الاسم المعبر عن رسالتنا الخيرية: الرحمة العالمية، فهي رحمة بإغاثة ملهوف وكفالة يتيم ورعاية أسرة متعففة وتعليم جاهل وعلاج مريض وإعانة فقير ليكسب بيده وبناء مساجد يرتادها العابدون وحفر آبار تروي الإنسان والأرض وغيرها من مشروعات خيرية تمتد في العالم ما وسعها الامتداد والتمدد، حيث وصلت أنشطتها لأكثر من 40 دولة وانتشرت مكاتبها في أكثر من 20 منها. ولقد توجت هذه الجهود بفضل الله تعالى بحيازة الرحمة العالمية على جائزة المؤسسة الخيرية الأولى في العالم العربي للشفافية من مجلة فوربس، وجوائز أخرى لبعض مكاتبها في الخارج مما سنعرضه في الفيلم الخاص بهذه المناسبة. الأخوة والأخوات الحضور، لقد تبوأ العمل الخيري موقع الريادة، وحين تحررت الكويت استقبل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وفد الأمانة الخيرية، الأمانة العامة للعمل الخيري، مرحباً بهم بقوله: أهلاً بسفراء الخير. وقد سجلت الكويت نقاطاً مضيئةً قبل أسابيع حين نال سمو أمير البلاد حفظه الله لقب زعيم العمل الإنساني على دور الكويت تجاه الأشقاء في سوريا وتجاه المعوزين في العالم، وأضاف سمو ولي العهد شمعة مضيئة أخرى. وأضاف سمو ولي العهد شمعة مضيئة أخرى عندما أطلق لقب الكويت عاصمة العمل الخيري والإنساني، وما كان لتلك الريادة أن تتحقق إلا بفضل الله تعالى أولاً، ثم بثقة الشعب الكويتي في مؤسساته الخيرية وبدعم القيادة السياسية لهذا العمل الجليل وتوفير البيئة الحاضنة لنمائه واتساعه أمام التحديات الجسام التي تواجه الأمة والعالم، وفي ظل تربص وترصد ممن لا يريدون للخير أن يتمدد. وإننا لنأمل للعمل الخيري
في ظل الرعاية السامية لأمير البلاد حفظه الله أن يحظى بدعمي ومساندة من معالي وزير الشؤون الفاضلة هند صبيح الصبيح التي شرفتنا اليوم برعايتها لهذا الحفل المبارك، كما أننا نتوجه بالشكر الجزيل لكل العاملين في العمل الخيري الكويتي عامة ولمن ساهم في مسيرة الرحمة العالمية خاصة، وشكر خاص لمتبرعين الكرام الذين شرفوا الرحمة العالمية بثقتهم في تنفيذ مشروعاتهم الخيرية، وتقبل الله من الجميع وأجزى لهم عظيم الثواب وكريم العطاء. كما نوجه شكراً خاصاً لإدارة فندق رجنسي ورعاة حفلنا هذا الذين أكرمونا برعايتهم فجزاهم الله خير الجزاء، داعين الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبه ويتمدد هذا العمل الخيري، فهو الحصانة من البلاء والأمن عند الضراء والصدقة تقي مصارع السوء، بنص خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لأمين عام الرحمة العالمية السيد يحيى سليمان العقيري على هذه الكلمة. أيها الحفل الكريم، تلكم هي الرحمة العالمية كما استمعنا لتلك الكلمة. تنقسم رئة الإصلاح ذات ضحاً، فللوجود لجان الخير تستبق، تزجي السحائب من خير ومن أمل، للبائسين وفي الأرجاء تنطلق، حتى غدت رحمة للكون شاملة، ناراً على علم بها ازدهى الأفق. أكثر من 30 عاماً من العطاء والنماء والعمل الدؤوب، فيد بالدعاء ويد بالعطاء ليلاً ونهاراً. تلك السنوات الطويلة جمعناها لكم أيها الأحبة في دقائق يسيرة لتحكي قصة تلك الأعوام، فلنبقى وإياكم مع هذا العرض. الرحمة العالمية في جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت رحلة ممتدة بين العطاء والإنجاز. ما زالت رحلة العطاء تتجدد وتجود بصنائع المعروف من أهل الخير في الكويت عبر الرحمة العالمية بجمعية الإصلاح الاجتماعي في 42 دولة حول العالم، لتساهم في رفع المعاناة عن شعوب الأمة الإسلامية والأقليات خاصة، وتسعى جاهدة لتحقيق التنمية المجتمعية، وتساهم بفعالية في تأهيل الإنسان في مناطق عملها. وتسعى جاهدة لتحقيق التنمية المجتمعية وتساهم بفاعلية في تأهيل الإنسان في مناطق عملها. وتوجت هذه الرحلة الممتدة والمتواصلة من العطاء بالعديد من الثمار والقطوف التي طاب غرسها في الدنيا ليستظل بها أصحابها في الدنيا والآخرة، حيث كفلت الرحمة العالمية خلال مسيرتها المباركة طوال 30 عاماً من عمرها أكثر من 119,000 يتيم، وأنشأت أكثر من 35 مجمعاً تنموياً لرعاية الأيتام، وشيدت أكثر من 7,000 مسجداً ومركزاً إسلامياً، وحفرت أكثر من 2,500 بئر ماء في دول تعاني الحرمان والجدب وتبحث عن كوب من الماء، ودعمت أكثر من 9,500 مشروع للكسب الحلال، وشيدت الرحمة العالمية أكثر من 5,500 بيت للفقراء، كما أسست أكثر من 380 منشأة طبية بأجهزتها ومرافقها العلاجية، وشيدت أكثر من 300 مؤسسة تعليمية، جامعات وكليات ومعاهد ومدارس ومراكز تعليمية. وبفضل الله تعالى ثم بجهود أهل الخير والمحسنين من أهل الكويت والمقيمين فيها،
ودعمهم المتواصل خرجت الرحمة العالمية أكثر من 6,000 حافظ لكتاب الله في 5 سنوات. وحرصت الرحمة العالمية على تطوير الوقف الخيري، فأنشأت 17 وقفية متنوعة ضمن وقفيات السنابل لتصرف من ريعها على مشاريع الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرحمة العالمية جمعية الإصلاح الاجتماعي وخلال مسيرتها التي امتدت إلى أكثر من 30 عاما كعمل خيري خارج الكويت، وسعيها دائما لأن تكون في محل الصدارة والتميز في الإدارة وفي العمل، فقد حازت فضل الله عز وجل بعد ثقة أهل الخير في الكويت تقدير الحكومات والمؤسسات الخارجية، وهي كثيرة فضل الله تبارك وتعالى. ونحن نذكر طرفا من هذه الجوائز والشهادات التقديرية التي حصلت عليها الرحمة العالمية في خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من 30 عاما. في 2003 حصلت الرحمة العالمية من هيئة الإغاثة المتحدة على الشهادة التميز في كوسوفا، وذلك تقديرا لأعمالها وأنشطتها في مجال الاجتماعية والإسكانية تحديدا. وفي الصين حصلت الرحمة العالمية في سنة 2008 في ديسمبر على أعلى وسام في منطقة نينغشيا ومقاطعة نينغشيا، وهي المقاطعة الشمال الغربي للصين، على وسام جبل لوبان، وهي المؤسسة العربية الوحيدة تقديرا لجهودها في المجال الطبي والاجتماعي والإنساني. كذلك في مجال التعليم، وفي سنة تحديدا 2011 حصلت جامعة محمود كشغري، وهي جامعة كويتية في آسيا الوسطى وتحديدا في جمهورية قرقيزيا، على شهادة بالميرا والتي قدمتها جامعة أكسفورد في لندن. وفي نفس السنة حصلت الجامعة على شهادة الجودة العالمية وفق المعايير الأوروبية للتعليم. كذلك حصلت الرحمة العالمية على أعلى وسام في جمهورية جيبوتي تقديرا للعاملين في مجال العمل الخيري والمقدمين للخير. كذلك في سنة 2012 حصلت الرحمة العالمية على جائزة مجلة فوربس العالمية، وكانت هذه الجائزة أعطيت لمجال العمل الخيري الأكثر شفافية، وقد فازت على أكثر من 2500 مؤسسة خيرية في أكثر من 60 دولة عربية. حصلت في 2013 جمعية الإصلاح الاجتماعي الرحمة العالمية على المرتبة الثانية للجائزة التي قدمتها مؤسسة التقدم العلمي لموقعها خير أونلاين، والذي ساهم بشكل فعال في نشر ثقافة العمل الخيري. وهناك الكثير من الجوائز، وآخرها كانت الجائزة التي قدمها نائب رئيس وزراء مملكة كمبوديا لوفد جمعية الإصلاح الرحمة العالمية تقديرا لجهودها الاجتماعية والإنسانية في مملكة كمبوديا. لا شك أن هذه الرحلة الممتدة بين العطاء والإنجاز والتقدير الإقليمي والدولي جاء كثمرة لخبرة 30 عاما من العطاء في إطار عمل مؤسسي فاعل ونظام مالي ومحاسبي دقيق. ولا يتوقف طموح الرحمة العالمية عند هذا الحد، بل إن آفاق العمل الخيري والثقة المتزايدة من جمهور المتبرعين بها ترفع سقف طموحاتها لتحقيق رؤيتها بأن تكون المؤسسة الخيرية الأهلية الرائدة في العالم العربي بوقت أسرع مما رسمته لنفسها.
أيها الحفل الكريم، الأنظمة الآلية في الرحمة العالمية راعت الأخذ بأحدث التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطويعها لخدمة العمل الخيري بأسلوب يضاهي مؤسسات عالم الأعمال لتضمن أعلى جودة بأقل التكاليف ولتحافظ على ثقة الداعمين للخير. والآن أترككم مع عرض للنظام المتكامل لإدارة العمل الخيري والذي هو ثمرة جهد فريق عمل البرمجة لمدة سنتين. بدأت الرحمة العالمية بتصميم نظام آلي يعتني بشكل أساسي بالجانب المالي للمصداقية والشفافية والبرنامج لإدارة العمل الخيري، واستغرق إنجازه أكثر من عامين ليخدم أكثر من 250 ألف داعم للخير من أفراد ومؤسسات. فبعد مرور الوقت والمشاريع اللي تجاوزت 4000 مشروع سنوي و119 ألف كفالة خلال 30 عام، أصبحنا نوفر لإصدار التقارير الوقت والمال مع نظام CWMS، وهو نظام متكامل لإدارة العمل الخيري يربط بين كافة موظفين إدارات الرحمة العالمية داخلياً وخارجياً وحتى المتبرعين، ويتفاعل النظام مع مختلف البيانات من مستخدمينه. فبمجرد إدخال صورة جديدة لمشروع من مكتب خارج الكويت يرسل تنبيه لمتابع المشروع مع التنويه إلى مواعيد الإنجاز، ويرسل للمتبرع وجود صورة جديدة للمشروع مع رابط الدخول لمتابعة مشروعه، فيمكنه متابعة كافة تبرعاته والمشاريع الخاصة فيه من خلال استعلام الخير بعملية الدفع الإلكتروني على موقع خير أونلاين. فإن العملية تكون متاحة لحظياً لجميع مستخدمين النظام، وحتى المتبرع يقدر يتابع تبرعاته، ويوفر النظام إدارة ومتابعة الملاحظات وشكاوى المتبرعين، ويتيح للمتبرعين معرفة عمليات تبرعاتهم وجميع أعمالهم الخيرية مع الرحمة العالمية من خلال موقع خير أونلاين، ويتوفر فيه نظام التنبيهات لتذكير الموظفين والمكاتب الخارجية بمواعيد مهمة لإدارة المشاريع وإرسال التقارير في مواعيدها. وتحرص الرحمة العالمية على حفظ جميع هذه البيانات والوثائق والمستندات في سيرفر خاص فيها. وصار اليوم تسليم المراسلات والتقارير للمتبرعين يوثق ويصور من خلال أجهزة ذكية بنظام QR كود العالمي لتقديم خدمة أفضل ومتابعة آلية التسليم من قبل الإدارة، وكل هذا لإيصال تبرعات أهل الخير للمستفيدين بسرعة وإتقان. الرحمة العالمية. أيها الحفل الكريم، كما شاهدتم في الفيلم وفي هذا العرض، وكما قلت لكم بأن العمل دؤوب والعطاء والنماء مستمران إن شاء الله، ها قد بدأنا وصغنا رؤية لخطى سير ببوصلة التخطيط يتسق. أولى المعالم أن الله غايتنا، ومن ندى يدكم في البذل نستبق. شعارنا في دروب الخير تنمية، يحدو ركائبها الإنسان لا الورق. لنبني الفرد أولى ما يؤرقنا، نشر العلوم من التعليم ننطلق. نترككم الآن مع هذا الأوبريت بعنوان غيث الرحمة، ومتابعة ممتعة مع فريق رؤى الإعلامي. تجمع الجميع حول القافلة في وسط حارتنا القاحلة، ودقات القلب في تصاعد، ونظرات التساؤل في تصادم، بتوجس المحتار هم في انتظار تجمعهم حولها، نعم حولها، وكأن حنان الأم في لحظة ضمتنا، وسط الصمت كلمات تتردد، ستعلمنا معنى السعادة،
وإذا بشعاع يسطع ونور ينبلج، شعاع الشمس من شعاعها، خير يفيض النهر من نبعها، جاءت تبشرنا برحمة رب العالمين على الفقراء والمساكين والمحرومين من طعم خبز وزيت. لما الخوف؟ لما التعجب؟ أعلم أنكم تتساءلون عني، ومن أين أتيت؟ ومن أرسلني؟ أنا التي أرسلها الرحمن يدا حانية على عباد الرحمن، أنا التي أرسلها المنان لتكون دليل خير لكل إنسان، أنا الرحمة العالمية، أنا الرحمة العالمية. أنا كف العطاء الندية، أنا نفحة من قلوب وفيها السخاء سجية، سحابي أنا ممطرة وتروي الربا والبرية، غصون يدي مثمرة لنا بالعطاء غنية، سحابي أنا ممطرة وتروي الربا والبرية، وكم مسعدت من حنايا وكم بعدت من رزية، دروب العطاء سبيل إلى الله في خير نية، وللمحسنين دليل وكل النفوس سخية، دروب العطاء سبيل إلى الله في خير نية، وللمحسنين دليل وكل النفوس سخية. أتيت لكم من سريلانكا لأشكو لكم معاناتي، لحظات عصيبة، آلام جسيمة نعانيها، أنين مريض يتقلب على سريره توجعا، ابتلاء لا نجد له دافعا ولا مانعا إلا باللجوء إلى الرحيم الكريم. لا علاج ولا دواء ولا غطاء، وشبح الموت يتسلل في الخفاء، كيف النجاة؟ كيف النجاة؟ لا تحزني لا تحزني، أهل البذل والعطاء علموا بأمر المرضى وصاحب الابتلاء، فبنوا المستشفيات وعرضوه على أحسن الأطباء، وصرفت لهم الدواء. لله الحمد والمنة، ربي من علينا بالصحة، فشكرا لمن سخره المنان على هذه النعمة. يحكى أن هناك شيئا اسمه طفولة، ترى ما طعمها؟ ما لونها؟ أيام متقلبة في كمبوديا بين ليل بارد ونهار حارق، توفي أبي منذ صغري ولم تذق أمي طعم الراحة في تربيتي وإخوتي، وكنت يمينا لها لتوفير لقمة عيش أسرتي،
مهمة أثقلت كاهلي، كل آمالنا مبنية على ضفة نهر جاري، رزقنا فيها لكن لا حيلة لي، أمي تنتظر عودتي وتترقب صيدي، والأيام تداهم أمي قرة عيني بالأمراض المزمنة وبالدواء. الطبيب أوصاني ربي أشكو إليك قل حيلتي وهواني. لا تجزع يا أخي، لا تجزع يا أخي، أبناء الكويت يهدونك قاربا لتعمل عليه وتعول أهلك ومستقبلكم تبنى. شكرا، شكرا لك الرحمة العالمية، أوصلي شكري وتقديري لأهل يبتغون الثواب والأجر الجزيل، بلد الخير والإحسان. من بين الأدغال والغابات أتيت إليكم من بلاد أفريقيا. معنى المعاناة ليس في أن تعاني، المعاناة الحقيقية في أن تعجز عن إعانة من تحب. أبي يصارع الحياة لأجل توفير لقمة العيش لنا، مهدد أبي في كل وقته، من لي سواك يا ربي، متأملة بك أن تيسر لنا عسر حياتنا. الذي سييسر أمور حياتك الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي سيسخر لك أناس طيبون يكفلون أسرتك. اللهم لك الحمد والشكر، استقر حالنا بفضل من الله، ومن ثم أهل الكويت أصحاب الأيادي البيضاء. من جزر تايلاند أتيت إليكم، انتابني شعور رائع عندما رأيت مسجداً يبنى في حارتنا ونحن نتشوق لسماع الأذان، وتلاوة القرآن أطربت أسماعنا، بستان من الجنة في حارتنا. صعدت إلى مأذنة مسجدنا لأرفع أذان العصر في ديارنا، فأصبحت مؤذناً من ذلك الوقت إلى الآن. فشكراً لكم يا أهل الإحسان، بدعوة صادقة من قلب حان، رب ابني لهم بيتاً عندك في أعلى الجنان، للذين لهم فضل في مسجد كامل البنيان. يتيم أنا من البوسنة، وهل اليتم ذنبي؟ قاسيت آلام اليتم، يا الله هل ستبعث لي يوماً قلباً كقلب أمي؟ يحن علي ويحويني، الوحدة تعصرني، أليس الإسلام أمتنا وهي كذلك أمنا وأبونا؟ بلى يا طفلي الصغير، بلى يا طفلي الصغير، أنا الرحمة العالمية التي تحن عليك، تضمك وتعلمك. الرحمة لك أما وأبا وأخا ويدا تحمل إليك، سراجا تضيء به مستقبلك. ما أروعه من شعور، أبا يراسلني وأراسله، يسأل عني ويطمئن علي، يرعاني بكلمات الثناء والامتنان إلى أن كبرت وحفظت وتعلمت وبنيت مستقبلا وحياة. شكرا لمن غرس البسمة في حياتي. أحيا بلا حياة، نعم في سوريا أحيا بلا حياة، وأموت من غير موت. أتعرف معنى أن تفقد روحك ويبقيك التنفس معلقا بخيط الرجاء، هيكلا من إنسان لعبت به الرياح والصقيع؟ هل قلت إنسان؟ ربما بقايا إنسان في قوضة الخوف ننام ونصحو، وجوع لا نعرف له مخرجا، فقدت طعم الأمن، هل إلى خروج من سبيل؟ هل إلى خروج من سبيل؟ جزاكم الله الفردوس أهل الكويت، مساندتكم ورحمتكم لن أنساها مهما حيت. من بلاد السور العظيم أتيت إليكم من الصين. هل لديك حلم؟ نعم لدي حلم منذ صغري، حلمي أن أكون معلماً يبني بكلماته الأمم، أهوى العلا وليس لي مالاً يقضي أربي، حلمي أن أكون عالماً، فالعلم ميراث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
لكن رحمة الله وسعت كل شيء. أرسل الله لنا الرحمة العالمية، وضعت لنا حجر أساس لمدرسة تعليمية. ليتكم تدركون حجم فرحتنا أنا وإخوتي عندما استقر القلم في أيدينا والكراسة البيضاء في متناولنا. كم بهرتنا أنوار العلوم، نور يشرح الصدور، وقرآن نحفظه ويحفظنا. أنارت عقولنا وغيرت عنوان حياتنا من المحال إلى تحقيق الآمال، لتنشئ لنا رحمة الخير، رحمة الجود، رحمة الأوطان والإنسان. ثم درجنا في جامعة لنكمل تعليمنا، ويدور بنا الزمن لنتخرج ولنعمل ونجدد مسيرة بناء الأجيال، أجيال العلم والقادة. فكنت أنا ثمرة الرحمة، المعلم في المدرسة التي تعلم بها، والطبيب في المستشفى التي بنوها ومرض فيها، والداعية الإمام في المسجد الذي بني في منطقتنا. وتستمر مسيرة الخير. يا رحمة بالله عليك يا رحمة، أوصلي سلامي وثنائي لأهل دولة غمرونا بالعطف والحنان. رحمة الإنسان فيض من رحمة الرحمن. غراس يد الأجداد بالبر قد نما، قد نما قد نما، وبستان أرض الخير أثمر أنعما، أنعما أنعما. غراس يد الأجداد بالبر قد نما، قد نما قد نما، وبستان أرض الخير أثمر أنعما، أنعما أنعما. فطابت به الأنسام وعشوا شب الثرى، وفي جوه غنى الهزار ترنما. هو الخير في أهل الكويت سجية، وهل حاز أهل الفضل إلا المكارم. فشكرا بلادي إن يمناك رحمة تمدينها غوثا لتنقذ عالما. فشكرا بلادي إن يمناك رحمة تمدينها غوثا لتنقذ عالما، تمدينها غوثا لتنقذ عالما. جمعية الإصلاح قد لاح نورها، نورها نورها، كثوب الليالي إذ ترصع أنجما، أنجما أنجما. بجمعية الإصلاح قد لاح نورها، نورها نورها، كثوب الليالي إذ ترصع أنجما، أنجما أنجما. فشع ضياها رحمة عالمية، وصارت كما الغيث المغيث إذا هما. هي الرحمة الممدود للناس كفها، وحبل من الله وثيق من السماء. فهذا رسول الله بالخير مرسل، أتى رحمة للعالمين وراحما. فهذا رسول الله بالخير مرسل، أتى رحمة للعالمين وراحما، أتى رحمة للعالمين وراحما. بإنسانها تسمو فبادل ماله، ماله ماله، ومحتاجه بالخير يسمو كلاهما، يسمو كلاهما. بإنسانها تسمو فبادل ماله، ماله ماله، ومحتاجه بالخير يسمو كلاهما، يسمو كلاهما. فكم من يتيم ضمه حضن كافل، وكم من سقيم نال بالعون بلسما. وكم من فقير كفكف الناس دمعه، وكم من ضرير أبصر النور من عمى. 30 عاما والعطاء
واحترافها فصارت سفيرا للكويت مكرما. 30 عاما والعطاء احترافها فصارت سفيرا للكويت مكرما. فصارت سفيرا للكويت مكرما. شكرا لمن تقدم في هذا الأوبريت غيث الرحمة، فعلا كان عملا ممتعا وممتازا لفريق العمل برؤية إعلامية. أيها الحفل الكريم، نصوغ قبل بناء البيت ساكنه. يا مسجد الخير هذا الشيخ والخلق، نختط للناس كي تنمو معايشهم، طرائقا في اكتساب الحل تتفق، لسنا نميز في غوث نقوم به، بين الديانات ذاك النهج والطرق، ذاك النهج والطرق. دليلك نحو الخير، ما هذا الدليل وأي خير؟ قبل توزيع هذا الدليل أيها الأحبة الذي سيكون بين أيديكم بعد لحظات، أترك هذا الإعلان الذي يحكي ما بدليلك نحو الخير، فمتابعة ممتعة مع هذا الدليل. يبرك أتم بشرت بس بوام نور شيء زين سبز شيء وحنوم علينا إلو خير. Hidupku menjadi lebih baik. Terima kasih wahai para dermawan. Maisha yangu yanaendelea kuwa mazuri na washukuruni enyi watu wa kheri. Tadron shani golon, sarat hayatum ghair, shukran ya ahal khair. Dalilik lil khair. Awal isdar khairi yadum mashari al khair bayna yadayk. Tastati' tasmim mashru' khairi li a'ilatik. Tawasal ma'al mustashar al khairi li tata'arraf akthar ala al mashari' al khairiya wa kayfiyat al tatawwu' lil amal al khairi. Qariban sayutah tatbiq dalilik lil khair لجهازك الذكي. لتغيير حياة الكثير اطلب دليلك للخير. كانت هذه نبذة مختصرة عن دليلك نحو الخير. الآن أترككم أيها الأحبة مع الأمين المساعد للعلاقات العامة والإعلام بالرحمة العالمية الأستاذ عبد الرحمن عبد العزيز المطوع، يعطيكم نبذة عن هذا الدليل مفصلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بداية، شيء جميل جدا لما تعمل في منظمة اسمها الرحمة العالمية. دائما لما الأهل يتصلون علي والأولاد يتصلون علي بابا فينك، أو الأهل يقولون عبد الرحمن وينك، أقول لهم أنا في الرحمة. وما أجمل هذه الكلمة، غير ما أقول لهم أنا في الدوام، أقول لهم أنا في الرحمة. بالفعل هذه الكلمة لها وقع كبير جدا علينا إحنا كموظفين في الرحمة العالمية، أو على أبنائنا لما يسمعون هذه الكلمة. فريق العمل في الرحمة العالمية في العلاقات العامة والإعلام، بعد ما تأسست هذه الإدارة بشكل مركزي لكل اللجان الخيرية داخل الرحمة العالمية، فكرنا فريق العمل كيف نختصر 30 سنة من العمل الجبار. الإخواننا الذين سبقونا ما كانوا يطلعون هذا العمل للناس، على أبو هذا العمل يعني خالص لله سبحانه وتعالى، ما يعني مو كل شيء نتكلم فيه، لكن قلنا لازم هذا العمل يراه شعب الكويت، يراه كل العالم، كيف هذه 30 سنة مرت على هذه الرحمة العالمية. بعد ما اجتمعنا رحنا فكرنا أن احنا نسوي مسيرة الرحمة العالمية لمدة 30 عام، فأصدرنا كتاب الآن في المطبعة إن شاء الله راح يجهز، تقريباً 400 إلى 500 صفحة، ولم يعني نضع كل ما وجدناه في الرحمة العالمية، فقط مجرد اقتباسات للـ30 عام. فقلنا من سيقرأ هذه الـ500 صفحة والـ400 صفحة؟ فرحنا اختصرناها في مختصر كتاب اسمه 30 عام، مختصر الكتاب التوثيقي 30 عام من العطاء. هذا المختصر عبارة عن 32 صفحة، موجود عندكم في الكيس، في مختصر للرحمة العالمية.
بعدها قلنا أيضا المختصر الكلامي الكثير ما يقرؤونه بشكل كبير، فأصدرنا بعد ما اجتمع فريق العمل أصدرنا دليلك نحو الخير، وكان هذا تحدي في الرحمة العالمية أن يكون أول وأفضل إصدار على مستوى العمل الخيري على مستوى العالم وليس على مستوى الكويت أو على مستوى الرحمة العالمية. أول إصدار خيري يجمع 30 سنة بالإحصائيات وبالأرقام، وموجود عندكم الآن، راح يوزعون الأخوات بناتنا راح يوزعونه عليكم أمام، من بدايته إلى نهايته عبارة عن صور متكاملة وفيها إحصائيات رقمية. 2013 ماذا فعلت الرحمة العالمية، وخلال 30 عام ماذا فعلت من إنشاء مجمعات وإنشاء مراكز ومدارس. شيء صراحة يقرأ هذا الدليل ينشرح صدره إن في بالكويت فقط جمعية خيرية واحدة، ما بالك بالجمعيات الخيرية الأخرى وجمعت هذه الإحصائيات كاملة. أيضا ما وقفنا على هذا الحد وقلنا يجب أن نختصر هذه المعلومات عبارة عن صفحة واحدة فقط موجودة عندكم في الكيس، سميناها مدينة الرحمة العالمية. مدينة الرحمة العالمية هي رسم كروكي لكيف تبني الرحمة العالمية مشاريعها في العالم، عبارة عن مدينة فيها المدارس فيها المجمعات وفيها الإحصائيات في الأسفل لكل يعني شيء في هذه الخريطة، كأنك داخل ديزني لاند ولا داخل مثلا مدينة ملاهي كبيرة، هذه الخريطة تعرف فيها الأماكن. في هذه الخريطة مدينة الرحمة العالمية تختصر لكم 30 عام للرحمة العالمية في ورقة وفي صفحة واحدة. أيضا ما اكتفينا فريق العمل وتحدينا لنصدر تطبيق متكامل إن شاء الله راح ينزل في الهواتف الذكية، موجود عندنا هني، سميناه دليلك نحو الخير. من نفتح الدليل، الانترنت مش موجود، عموما من نفتح الدليل تشوفون جميع الدليل والصور داخل هذا التطبيق، ودليل تفاعلي يعني مع كل صورة تدخل تشوف الصور داخل المسجد، مع كل موقف للأيتام صورة للأيتام تشوف الأيتام وهم مثلا يأكلون وهم يتعلمون، تشوفها كفقرة فيديو بالكامل. من خلال هذا التطبيق إن شاء الله راح يتاح إن شاء الله أمامكم خلال الأشهر القادمة قبل رمضان، راح يكون نازل إن شاء الله في الأب ستور وفي الأندرويد أمامكم إن شاء الله كامل، نشوفها بشكل سريع على هذا الآيباد، راح يكون بهذه الطريقة. مثلا هذه صورة من الصور، أضغط على هذه الصورة تطلع لي مجموعة صور أخرى تتكلم على نفس الملف اللي نتكلم عنه، بعض الصور وفهرس متكامل لكل دليل المشاريع الخيرية، 12 مشروع استراتيجي للرحمة العالمية تجدونها في هذا الدليل اللي وزع عليكم الآن، وإن شاء الله تكون الرحمة العالمية رحمة لنا ولكم أجمعين إن شاء الله، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم. شكراً للأمير المساعد للعلاقات العامة والإعلام بالرحمة العالمية الأستاذ عبد الرحمن عبد العزيز المطوع الذي أعطى نبذة عن هذا الدليل. أيها الحفل الكريم، يا رحمة شملت أقصى الأرض ودانيها، كانت رحمة من الله أولاً وكنت ثانيها. نترككم الآن مع أحد ثمرات الرحمة العالمية من جمهورية قرقستان، الأخ ألماز إبراهيم، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحضور الكريم، فإنه لشرف لي أن أقف بين أيديكم اليوم بعد مرور 30 عاما من بدء العمل في الرحمة العالمية بجمعية الإصلاح الاجتماعي بدولة الكويت، وخاصة إنني من أبناء هذه المؤسسة المباركة، فقد درست في جامعتها، جامعة القرغيزية الكويتية، وبتوفيق من الله فقد أصبحت الآن مديرا لهذه الجامعة.
وهذا حتى لكي نواصل المسير ونستكمل المشوار العطائي والخير والبر وتربية الأفراد على الأخلاق الحميدة والقيم العالية والمبادئ السامية. أيها الحفل الكريم، ومن منطلق من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فقد أود في هذا المقام أن نشكر دولة الكويت حكومة وشعبا على خدماتها الجليلة التي تقدمونها لجميع بقاع الأرض، راجعا في ذلك مرضات الله عز وجل والأجر والثواب. وأقول إن أعمالكم هذه قد أثمرت وتؤتي ثمارها المرجوة من مساعدة للأيتام والأسر الفقيرة والطلبة ومجتمع ككل، فهنيئا لكم هذا العطاء وهنيئا لكم هذه الريادة. وانتهازا للفرصة مرة أخرى اسمحوا لي أن أعبر عن شكر الجزيل لرحمة العالمية لهذه الدعوة ومشاركة هذا الحفل الكريم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ ألماز إبراهيم من جمهورية قرغيزيا. تلكم 30 عاما من مسيرتنا، ولم يزل عندنا التصميم والحرق، وذي المفاخر للكويت نحملها، قد يعلم الله أنا في نهجها نثق. تتفضل معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية راعي الحفل السيدة هند صبيح براك الصبيح، وبمعيتها رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي العم حمود حمد الرومي، وبمعيتهما السيدة أمين عام الرحمة العالمية يحيى سليمان العقيلي لتكريم الأخوة المؤسسين لصرح الرحمة العالمية. عرفاناً بجهودكم في عمل الخير وتقديراً لفضلكم في مجال الإحسان، كتب الله أجركم ورفع في العالمين ذكركم. هلت علينا بالصفا الأماني يا جاسماً قد هل بالمثاني، يا رائد الإحسان يا هلالاً قد هل بالأصداف والمعاني. يتفضل الشيخ الدكتور جاسم محمد مهلهل الياسين لتكريمه. تغنى الزمان ونلنا النجاح بصحبة أحمد حتى الفلاح، وها نحن في يوم تكريمه تغني البلابل لحن الصباح. التكريم الآن للشيخ أحمد عبد العزيز الفلاح وينوب عنه ابنه يوسف. ماجد ماجد يا بدر بين الخلق ساعي، أنت حقا في العلا أنت الرفاعي، بارك المولى جهودا كنت فيها أولا في الناس ترقى بالمساعي. التكريم الآن للسيد ماجد بدر الرفاعي وينوب عنه فهد محمد الشامري.
كتب الله لنا الإحسان، وفق لبلوغ أسبابه، وهدى الله له الجيران، وابن حمود طرق أبوابه. يتفضل الآن السيد عبد العزيز حمود الجيران. يا فهدا في الرحمة يجري ويسابق في الخير سباقا، أعطاك المولى أفضالا تتجلى فسموت طباقا. يتفضل الآن الشيخ فهد محمد الشامري. حاضر يا هاجري ما زلت فينا، أنت معنا شامة بين الحضور، أينما سرنا وطرنا وارتقينا كنت أنت المصطفى بين السطور. رحمة التكريم لعبد اللطيف رمضان الهاجي رحمه الله، وهذا ابنه عبد الرحمن. اسمك الميمون بدر، ضم حمدا ثم رحمة، كان في الخيرات سطر لامعا معنا ورسمة. يتفضل السيد بدر حمد برحمة للتكريم. يا عامرا تكسوك قناعة، لحروفك نجتمع الساعة، نكتب في الأيام وفاء والآذان تحب سماعه. يتفضل السيد عمر عبد الرحمن الجناعي للتكريم. كنت فينا راعيا يا ابن الحميدي، صرت بالإحسان مكسوا مهابة، من سعى لله يوما زاد حظا من فتح لله بابه، من فتح لله بابا كان بابه. يتفضل الآن تركي الحميدي العتيبي. محمد يا ابن الحمادي، رائحا في الخير وغادي، سعيكم كان اصطفاء جهدكم ما كان عادي. السيد محمد عبد الرحمن الحمادي. عمراً في الإحسان وسيفاً، قد هيأه الله بحدين، يسري بالخير محياه، والفقر يفلق أو يفلق نصفين. يتفضل السيد عمر أحمد أبو سيف. عرفناك بين الأولى فيصلاً، كذاك ولا زلت طول الزمان، تسابق كالريح كي تدخل مع القوم سعيا لمأوى الجنان. السيد فيصل محمد أبو نقيرة. في الناس مفتاح أبواب، فيهم أخيار وأشرار، نشهد أنك من أخيرهم يا شمسا تسطع بنهار. السيد محمد عبد الفتاح تهامي. لنا المجد والنصر والكبرياء، وحق لنا الفخر طول الزمن، فأسماء مجد ومسعى عطاء، غدوتم بحق عطايا الوطن. السيد ماجد إبراهيم النصر. حيدر ومحمد اسمينا تتعاظم بمدى الأيام، وأبا بكر يسطع فينا كسطوع الخير المدرار. السيد حيدر محمد با بكر.
يا روحاً طيبةً تسري في الرحمة حياً وميتاً، خلفت قلوباً تتسامى للمجد وترفع أصواتاً، تدعو بالرضوان المولى أن يرحم جذهاً ما مات. السيد هشام ماجد حسين يتسلم الدرع نيابةً عن والده ماجد فؤاد حسين. نسري توفيقاً وسلاماً، لا نرضى أبداً بالعودة، فالله تعالى أعطانا أمُّوذج خير كالجودة. السيد ناصر جودة عبد العزيز. للرحمة أفئدة تجري بالإحسان وبالإحساس، محمود بن فؤاد منها طاب مماتك يا عباس. السيد محمود فؤاد عباس. كلما رمنا وصالاً كان فينا الخير سائد، كيف لا نرجو نجاحاً بيننا الأستاذ عائد. السيد عائد خداش الشمري. ذاكم الإحسان آية صار فيكم يا قاصي، حينما أصبحت يوماً لليتامى مثل وافي. السيد قصي عبد الله محمود عبد آل قصي عبد آل محمود. للوفى اليوم أناسه سالم منهم خداش، حين يأتينا سرور يكتسينا وانتعاش. سالم خداش الشمري. غراس يد الأجداد بالبر قد نما قد نما، وبستان أرض الخير أثمر أنعما أنعما. غراس يد الأجداد بالبر قد نما قد نما، وبستان أرض الخير أثمر أنعما أنعما. فطابت به الأنسام وعشوشب الثرى، وفي جوه غنى الهزار ترنما. هو الخير في أهل الكويت سجية، وهل حاز أهل الكويت. أيها الحفل الكريم، شرفت بالخير أياديكم، في الرحمة كنتم عنوان، آن لنا اليوم نجازيكم عرفانا يا ابن سليمان. يتفضل الآن السيد رئيس مجلس إدارة الرحمة العالمية الشيخ الدكتور جاسم محمد مهلهل الياسين بتسليم درع تذكاري لجميع العاملين في الرحمة العالمية تقديرا لجهودهم في مسيرة العمل الخيري، ويتسلمه نيابة عنهم أمين عام الرحمة العالمية الشيخ يحيى سليمان العقيلي. بصمة في الخير مسعى في مبرة، يكتسي الإحسان فيها من يسارع. نلت يا مرحوم طيفا من مسرة، سار بالأوراد فيها كل صانع. يتفضل الآن السيد أمين عام الرحمة العالمية الشيخ يحيى سليمان العقيلي بتسليم الدرع التذكاري لمبرة المغفور له عبد الرزاق عبد الحميد الصانع الخيرية، ويتسلمها عنهم السيد جميل عبد الرزاق الصانع لرعايتهم الكريمة لقاعة الحفل.
ختاماً أيها الأحبة، سارت الرحمة في أحسن سيرة، للمعالي سطرت أحلى مسيرة، وكويت الخير من روادها، شرفتنا هند مرحباً بالوزيرة. يتفضل الآن السيد رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي العم محمود حمد الرومي بتسليم هذا الدرع التذكاري لراعي الحفل معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية. شكراً من القلب لا من الفيه، من لا يشكركم لا خير فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غراس يد الأجداد بالبر قد نما وبستان أرض الخير أثمر أنعما غراس يد الأجداد بالبر قد نما وبستان أرض الخير أثمر أنعما فطابت به الأنسام وعشوشب الثرى وفي جوه غنى الهزار ترنما هو الخير في أهل الكويت سجية وهل حاز أهل الفضل إلا المكارم فشكرا بلادي إن يمناك رحمة تمدينها غوثا لتنقذ عالما فشكرا بلادي إن يمناك رحمة تمدينها غوثا لتنقذ عالما تمدينها غوثا لتنقذ عالما